عندي 100 جنيه اهي، 100 جنيه حقيقيه. اللي هيجاوب على السؤال ده النهارده اهداف لا 100 جنيه، 100 جنيه بجد. في اختيارات ولا ما فيش وزن؟ 100 جنيه النهارده في رباعيه الاهلي في حاجتين متشابهتين في الرباعيه، في اهداف وليد سليمان واهداف اسلام محارب واهداف احمد حاجه مشتركه. والهدف بتاع صلاح سليمان، صلاح سليمان في حاجه مشتركه. الاربع اهداف ولا في انهي هدف؟ ها اهو جاوبوها عندي في الاعداد. طب قول لي حاجه مشتركه بين كلهم. حاجه مشتركه ان هم كلهم دخلوا اهداف. لا 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 بتكلم مش بهزر. شمال ها مشتركه بين شمال ايه؟ اللعيبه اللي جابتها كلها. لا ها اللعيبه اللي صنعت اهداف شول يعني؟ شول انت جاوب في حاجه مشتركه هنا. لا السؤال تاني احنا ما سمعناش السؤال كويس. السؤال الاربع اهداف، السؤال الاربع اهداف في حاجه مشتركه في الاربع اهداف. يعني هدف وليد سليمان انا بسهلها لكم، افتكروا الاهداف بس. أيوة. الهدف الثاني اسلام محارب. كويس. الهدف الثالث صلاح محسن. الهدف الرابع احمد فتحي. في حاجه حصلت يعني من الهدف الاول وحاجه حصلت في الهدف الرابع خلت حاجتين متشابهتين. الاول والرابع الاول والرابع احمد فتحي على الاخر. انت صعبتها كده. انا سهلتها على الاخر. هو عشان كده بتطلع 100 جنيه فاهم يعني. لو 20 كان سؤال سهل. انا 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 السؤال ده ما ادفعش فيه اقل من 20 جنيه. انا الحالات اللي زي كده ما باخدش اقل من 20 جنيه. في حاجه مشتركه بين الهدف الاول والهدف الرابع. خلت الاهداف فيها حاجه مشتركه. ها. من الهدف الاول للهدف الرابع؟ بس الهدف الاول والرابع بس؟ لا اذا هي لي. فاكر انت البساطه لاعب ناحيه الشول. اذا هي لي اشول لاعب الاشول. قربت. ها قربت اهو. الكره الاولانيه حمودي ولعبها وليد سليمان بيمينه. كويس لعبها بيمينه وحمودي لعبها بيمينه. العكس العكس وليد احمد فتحي جاب الجون بشماله. بشماله هو برجلين يمين ووليد سليمان بيلعب بالشمال وحطها بيمين. اوكي. والاثنين التانيين شول لعبوا جابوا الاجوان باليمين. يبقى الحمد لله ما حدش جاوب. لا هو اقدر اقول لك غلط. العامل المشترك ان في واحد بشماله جاب جون بيمين وواحد بيمينه جاب جون بشماله. وفي واحد بشماله جاب جون بشماله وواحد وانا قلت ايه بيمينه جاب جون بيمينه. انا قلت احمد فتحي بيلعب بيمينه جاب بشماله وليد سليمان بيلعب بشماله لسه لسه بفكر. لا العامل المشترك القريب في الموضوع ان اللي بيلعب بشماله اثنين، واحد جاب جون بيمينه والتاني برجل يسر مفيش مشكله. واثنين بيلعبوا بيمينهم، واحد جاب جون بيمينه يعني وليد اشول جاب باليمين. أيوة أيوة. وفتح ايمن لا جاب جون بالشمال. طيب اوكي تمام الحمد لله محدش جاوب.